هل تعلمون من هو الرويبضة؟ هو الشخص التافه الذي يتكلم بأمور العامة، والذي أنبأنا رسولنا الكريم أنه سيظهر بيننا، وصدق رسول الله. ها نحن نراهم اليوم بالآلاف في الشوارع وشاشات التلفاز وعلى الإنترنت ومنصات التواصل. منهم من اعتلى منصات سياسية ووصل إلى قيادة الدول العظمى، فيخاطبون الشعوب ويحكمونهم وهم لا يفقهون بالسياسة شيئا. عندما تحاول أن تفهم طريقة تفكيرهم تعود دوما خائب الظن، فالمنطقية بعيدة كل البعد عن أفكارهم السطحية. وما يزيد الأمر سوءا أن هؤلاء يلقون اهتماما كبيرا من قبل شباب اليوم، فيعدونها وسيلة للتنفيس عن الضغوط والجدية والعمل، مع أننا نعلم أن هنالك طرقاً أفضل من سماع أو مشاهدة التافهين. يمكننا القول أن هناك نوعين من التافهين. الأول هو من اتخذ التفاهة كأسلوب حياة ووافق على كل ما يترتب عليها. الثاني هو الذي أجبر على أن يكون تافهاً. فيقول الروائي ميلان كونديرا: أدركنا منذ زمن طويل أنه لم يعد بالإمكان قلب هذا العالم، ولا تغييره إلى الأفضل، ولا وقف جريانه البائس إلى الأمام. لم يكن ثمة سوى مقاومة وحيدة ممكنة ألا نأخذه على محمل الجد. وعدم أخذه بجدية يعني العيش بتفاهة فقط للنجاة من قسوة هذا العالم. إن مجرد السكوت عن هذا الموضوع هو قبول به ودعم له، فإن لم تكن إنساناً تافهاً لا تساعد على نشر التافهين والسطحيين، وحاول أن تزيد من وعي المقربين منك، عسى أن تبعد شخصاً واحداً عن التفاهة. أما إن كنت لا ترى ضيراً من السخافة كأسلوب للعيش، ولا تهمك جدية الحياة وقيمتها، ويتعبك مسار المواجهة الطويل، فمرحباً بك في عالم التفاهة.